الوحش التاني هو وحش السوشيال ميديا. الحقيقة إن السوشيال ميديا من ساعة ما دخلت لحياتنا وهي بقت جزء أساسي من الحياة. السوشيال ميديا كلها الحقيقة فوائد، وناس كتير مواهب طلعت ما كانش ليهم مكان في الإعلام ولا فرصة طلعوا على السوشيال ميديا وعلمونا وفرقوا معانا جدا. وأنا أي حاجة عايز أتعلمها بدور على السوشيال ميديا، بلاقي صفحات وجروبس معمولة في التخصصات دي وبتعلم كتير قوي. لكن الحقيقة السوشيال ميديا وحش بيلعب على فضول البني آدم، مين قال إيه ومين متفق معايا ومين مش متفق، ومين قال رأيه في المشكلة اللي حاصلة مش عارف في اليومين دول، ومين لابسة إيه وخرجت فين، وتحس إنك في بيت جحا، أوضة تخرجك على أوضة وتفاجأ إنك كنت عايز تقعد 5 دقايق على الفيسبوك مثلا بقالك 2 ساعة. والإشكالية إن في فرائض في اليوم، وما أقصدش بالفرائض بس الصلوات، في 8 ساعات محتاج أحطهم من غير أي قواطع في شغلي، لقمة عيش اللي عايز أحللها، في منهج عايز أخلصه لو أنا بذاكر، محتاج ما فيش حاجة تقطع تركيزي وأنا بذاكر، في أهل محتاج أقعد معاهم وأنا مركز معاهم وحاضر، حبايبي وصحابي وأهلي ومراتي وعيالي. الراجل بيقول لمراته تعالي نخرج مع بعض في المطعم نتعشى ونبص في موبايلاتنا شوية، كأن فعلا الواحد المفروض وهو قاعد مع الناس يبني العلاقات عشان ما تبقاش هشة، ما يجيش وحش السوشيال ميديا يلتهم القعدة ويلتهم العمر ويلتهم حتى النفسية بكم السلبيات اللي في السوشيال ميديا. كافئ نفسك بالسوشيال ميديا بعد ما تخلص شغلك أو مذاكرتك أو القعدات المهمة مع حبايبك اللي حواليك، خش بس وانت عارف انت داخل عايز تتفرج على ايه وعايز تدور على انهي أخبار، واطلع بعد ما تخلص اللي انت عايزه مادام الحاجة اللي بتشوفها مش بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. وحش السوشيال ميديا وحش يجب ترويضه في 2018.